المره اللي فاتت اتكلمنا في برنامج السيف وقلنا واحنا اتفقنا واحنا بنعمل الديك زيف ان احنا نوصل الكاميرات لسنتر الاعمده وما نعتمدش على الاوتوماتيك ريجيد زون اريا في ان هي تنقل حمل العمود. وقلنا ليه ان هي ما بتنقلش الحمل. قلت لكم في نهايه المحاضره عديكم كيس ستادي, والكيس ستادي دي هنبدا نقولها النهارده. تمام. الفكره كلها انا عندي اوتوماتيك ريجيد زون اريا برنامج السيف بكريتها فوق الاعمده. تمام. المشكله كلها ان الاوتوماتيك ريجيد زون اريا دي هو بيعرف لها خصائص تمام مختلفه عن الكاميرا بتاعتي. يعني انا عندي كاميرا قطاع كاميرا مثلا وليكن 25 في 70 12 في 70 على حسب. تمام. ليه انيرشا معينه وليه ستيفنس معينه. هو بيعرف اوتوماتيك ريجيد زون اريا على العمود الانيرشا بتاعتها والخصائص بتاعتها مختلفه عن الكاميرا. فالحمل لما بيجي يتنقل ما بيتنقلش للعمود كما يجب ان يكون. ايه الاثبات على كده؟ تعال نشوف. تمام. انا مثلا في البدايه خالص عشان اعرف حاجه زي دي كيس ستادي صغيره مجرد سوليد سلاب مكونه من 9 اعمده زي ما انت شايف كده وكاميرات على المحيط واربع كاميرات داخليه وسمك بلاطه 12 سم. تمام. اول حاجه عملت الدي اكس اف بتاعها على اساس ان انا وصلت الكاميرات عند وش الاعمده بس, وفي الفايل ده لما اجي اروح على السيف هخليه ينقل الحمل بريجيد زون اريا. تمام. وعملت فايل تاني وصلت الكاميرات لسنتر لاين العمود. تمام. وعلشان يبقى الحمل نفسه في الفايل ده هو ده, ابعاد البلاطه دي ما اتغيرتش. الاريا بتاعت البلاطه دي واحد في الاثنين. لو انت جيت مثلا تنقل دي على دي بص تلاقي ان ابعاد البلاطه دي واحد. قد بعض ولا لا؟ قد بعض بالظبط. عشان لما نيجي نحط الحمل على البلاطه هيبقى نفس الحمل بالظبط في الاثنين. ابعاد الكاميرات 25 في 60 مفيش اختلاف في ابعاد الكاميرات. كل الاعمده 25 في 60 مفيش اختلاف في الفايلات دي كلها. تمام. اول فايل لو جينا فتحنا السيف ده اسمه كيس واحد ويز ريجيد زون, ده الاولاني اللي انا كنت لسه مرهوله. تمام. لو دخلت على قائمه ديفاين للماتيريال هتلاقي السي 30 ميجا باسكال, دي الديفينيشن بتاعتها ما فيهاش اختلاف خالص. تمام. كذلك لو دخلنا على السلاب هي السمك بلاطه واحده بس ال 12 سم. تمام. 120 ملي. وكذلك برضو لو دخلت على البيم قطاع الكاميرات 25 في 60 متعرف له الماتيريال متعرف له كل حاجه مظبوط. كذلك برضو لو دخلنا على تعريفات الاعمده. تمام. عندنا اعمده الاعمده 300 في 600. تمام. ده عمود واحد 300 في 600 والعمود الثاني ده برضه 300 في 600. لا العمود ده مش في الموديل بتاعه. تمام. الاعمده بتاعتنا كلها 300 في 600 كلهم قد بعض. تمام. وانا مخليه يحط اوتوماتيك ريجيد زون اريا فوق العمود اللي هي البلاطه اللي ستيف. تمام كده. ده بالنسبه للفايل الاولاني, وزي ما انت شايف الكاميرات واقفه عند وش الاعمده بالظبط ما دخلتش جوه. تعال نشوف الفايل اللي بعده. الفايل الثاني لا انا لغيت الاوتوماتيك ريجيد زون اريا خالص مش موجوده. تمام. ووصلت الكاميرات لسنتر لاين الاعمده, كل الكاميرات واصله لسنتر لاين العمود زي ما انت شايف كده. تمام. نفس الكلام برضو الديفينيشن بتاعت الماتيريال الواحده في الفايل ده زي الفايل الثاني. وكذلك برضو الديفينيشن بتاعت البلاطه ال 120. تمام. وبرضو الديفينيشن بتاعت الكاميرا اللي هي الكاميرا ال 25 في 60 وكذلك الاعمده اللي هو الايه قطاع العمود ال 30 في 60. تمام. والعمود اللي هو السي 2 ده مش معانا. تمام. تعال نستعرض النتائج بقى على الاثنين موديل دول. اول موديل انا بس هقفل ده عشان يوسع لنا الشاشه شويه. هنقارن النتائج لثلاث حاجات. اول حاجه العزوم السالبه على الكاميرات, ثاني حاجه العزوم المجابه على الكاميرات, ثالث حاجه الاحمال اللي اتنقلت من الكاميرات للاعمده الرياكشنات بتاعت الاعمده. تعال نشوف اول حاجه. اول حاجه العزوم المجابه العزوم السالبه اللي على الكاميرات. انا هدخل دلوقتي اظهر العزوم السالبه اللي موجوده على الكاميرات نتيجه اللود كومباينيشن وحته ما قلتهاش. الاحمال اللي موجوده على البلاطه دي في كل البلاطات في الحاله بتاعت الديد انا حاطط 10 كيلو نيوتن 1 طن. ليه الرقم ده كبير؟ عشان نحس بالارقام, عشان تحس بفرق الرقم اللي هيحصل في الفايل دوت 10 كيلو نيوتن
ولو رحنا للفايل الثاني هتلاقي برضو عليه 10 كيلو نيوتن موجودين في الحاله بتاعت الديت في اللود باترن بتاعت الديت. تمام. لو دخلنا هنا وقلت له اظهر لي العزوم اللي موجوده على القمرات في الحاله بتاعت الديد والميجر مومن واظهر لي الفاليو على الدايجرام. تمام. وقلت له اوكي ابلاي. تمام كده جاب لي العزوم على القمرات. تعال نشوف الفايل الثاني برضه نفس الكلام، عايز العزوم على القمرات وقلت له ابلاي جاب لي العزوم على القمرات. تعال بقى نرجع للفايل الاولاني، تعال ناخد كاميرا زي الكاميرا دي كده، دي عليها كام؟ 53.8 من الجهه دي، من الجهه الثانيه 54.9. تعال نشوف الموديل الثاني. ايه ده بقى؟ سيبك من الرقم اللي ظهر عليها ال 76، هو ظهر عليها 76 لو انت ما انتش شايف. بس في مشكله، انت لما شلت الاوتوماتيك ريجيت زون ما جابلكش قيمه العزوم عند وش العمود. رجع زي السال. ودي مشكله واحنا مش عايزين كده. طب ايه الحل؟ الحل في المود رقم 3. ايه هو المود رقم 3؟ نفس الكلام، وصلنا الكاميرات لسناتر الاعمده وكريت الاوتوماتيك ريجيت زون. ونفس الموديل نفس التعريفات في كل في الموديل زيه زي الثاني بالظبط، 10 كيلو نيوتن الاحمال والديفاين بتاع الماتيريال واحد. تمام؟ وديفاين السلاب نفس الكلام برضه، وكذلك الايه؟ الكاميرات وكل حاجه. تمام؟ تعال بقى نشوف الفرق. تعال نعرض العزوم على في الفايل رقم 3، قلت له ابلاي. القيمة دي كام؟ 67.8، ومن الناحية الثانية 69 وكام؟ و6 في الفايل الأولاني. تعال نشوف الفايل الأولاني، ما هو الفايل الأولاني اللي أنا ما وصلتش. تمام؟ كام؟ 53. وهنا كانت كام؟ 67. فرق كام؟ تقريبا 14. انت عارف يعني ايه 14 كيلو نيوتن؟ يعني 1.4 طن. هو انا حاطط على البلاطه حمل كبير، بس في فرق، وفي فرق اكيد ظهر على ان الفايلين زي بعض، نفس الاحمال نفس كل حاجه. تمام. ده بالنسبه لعمود زي ده. بالنسبه للكاميرا زي دي، طبعا من الناحيه الثانيه 69 ومن من هنا 54، تقريبا نفس الفرق برضه او اكتر شويه كمان. طب بالنسبه للعمود مثلا، تعال نشوف عمود ثاني مثلا اللي فوق ده، هنا في كام؟ 19.6 و20.9. تعال نشوف الفايل الثاني. تسعتاشر بقت 26.7 ودي بقت 29. في فرق؟ طب دي بالنسبة للكاميرات اللي في الاتجاه العرض، تعال نشوف الكاميرات اللي في الاتجاه اللي هو اللي بالطول ده. هنا ظاهر على الكاميرا دي كام؟ 22 لو ركزت كده، سالب 22 وسالب 24. تقريبا سالب 22.5 وسالب 24.5. تمام؟ ده بالنسبة للفايل رقم 3، تعال نشوف الفايل رقم 1 ظهر عليهم كام؟ 14 و17. فرق كبير. تمام؟ يبقى دلوقتي نقلانها للعزوم السالبة مش مظبوط. وأنت شايف. تعال نشوف العزوم الموجبة. يبقى هي الفايل رقم 2 هو نفسه الفايل رقم 3. بس مشكلة الفايل رقم 2 ان هو بيجيب لي المومن عند سنتر لاين العمود، وانا ما بصممش على القطاع ده، انا بصمم عند وش العمود. يبقى فادتني بايه الاوتوماتيك ريجيت زون اريا؟ ان هي قطعت لي العزوم دي وجابتها لي عند وش العمود. تمام؟ تعال نشوف العزوم الموجبه ما بين الثلاث فايلات. لو جينا مثلا للفايل رقم 1، ده الفايل رقم 1، كاميرا زي دي العزم الموجب عليها كام؟ 44.5 ودي 39.7. تعال نشوف الفايل رقم 2 عليه 49 وهنا 47. تمام؟ طب تعال نشوف الفايل رقم 3 عليه كام؟ 46.45. طب ليه الفايل رقم 2 مش الفايل رقم 2 والفايل رقم 3 الاثنين واحد؟ مش الاثنين واحد؟ تمام؟ ليه جاب برضه الفايل رقم 2 هو الاصح هو الفايل رقم 1، بس مشكلته الوحيده بس الفايل رقم 2 هو الاصح اللي انا وصلت وشلت الاوتوماتيك ريجيت زون، بس مشكلته حاجه واحده بس، انه بيجيب العزوم عند في سنتر لاين العمود في بالنسبه للعزوم السالب، بس بالنسبه للعزوم الموجبه هو ادق. هو كده كده الفايلين لما انا وصلت سنتر لاين العمود الاثنين جايبين اكتر من الفايل الاولاني. انت عندك ده 45
46 وده 49 وده 54 وده 44 كمان. في فرق، فرق كبير. تمام؟ طب ليه؟ انا عايز اعرف سبب ليه الفايل رقم 2 اللي انا حطيت شلت الاوتوماتيك ريجن زون خالص، والفايل رقم 3 اللي انا حطيتها وحاطط وموصل السنتر لاين العمود ليه قل؟ هو الفرق مش كبير ما بينهم يعني 46 من 49 انت بتتكلم في 3 كيلو نيوتن، ده رقم صغير جدا. بس في فرق ليه بقى؟ بالنسبه للستيف برده، ما هي بلاطه ستيف ليها برده شويه انرشي، سحبت شويه عزوم غير ان انت وصلت السنتر لاين العمود فقللت لك الموجب شويه. هي دي الفكره. تمام؟ بس ستيل ان انت في الفايل الاولاني خالص رقم 44 في فرق واحده، رايح صمم على 44 تروح صمم على 46 49 وصلت. تعال نشوف كاميرا ثانيه. لو جينا مثلا للكاميرا اللي مثلا بالعرض دي، الاثنين دول جايبين دي 23 و6 ودي جايبه 23.09. تمام؟ ده بالنسبه ده في الفايل رقم 3. في الفايل رقم 2 25 و24.9. الفرق رقم 1 22 و15. فرق كبير يعني، الكاميرا دي فرقت العزم عن الثانيه كتير. تمام؟ شفنا الفروق بعينينا في العزوم الموجبه والسالبه على الكاميرات. هي بس المشكله واحده بس، ما تسيبش الكاميرا عند وش العمود، وصلها للسنتر لاين العمود. امن نفسك. لا لا لا، اصل انت الفرق ما بين الاثنين موديل دول برضه كام؟ حاجه بسيطه جدا يعني، انت ما تيجي لما تشوف ده 46 كده هخلي 50 و49، انت كده كده لما بتيجي تصممها بتلاقي يعني هي الرقم ده اعلى شويه يعني، انت الفرق برضه في العزم الموجب مش كبير الرقم ده. تمام؟ يعني انت لو بصيت فيهم كلهم 49 47 20 20، تعال نشوف الاربع كاميرات دول 46 45 اللي هي ال 20 بقت 19 و3، ال 20 بقت 19 و1، انت اساسا بتتكلم في كسر. بس في فرق ما بين الفايل الاولاني، الفايل الاولاني لا الارقام مختلفه 17. وصلت؟ فهو موديل واحد بس، اعمل طبعا تشتغل بالموديل رقم 3. تمام؟ عشان انت برضه بتيجي تصمم العزم السلبي انت محتاج تاخد العزوم عند وش العمود بالظبط، ما تاخدوش عند السنتر. تمام؟ نيجي بقى للمقارنه الثالثه الاخيره اللي هي بتاعت الفرص اللي اتنقلت للاعمده. بالنسبه للموديل الاولاني تعال نظهر الاكشنات اللي على الاعمده في تيبل، واقول له ايه ثبت التيبل ده في مكانه. تمام؟ ده بالنسبه لكل عمود كتب لك ايه الحمل اللي هو شايله كام. تعال نشوف كل الموديلات. الموديل ده برضو نفسه زيه، هقول له عايز اظهره في تيبل. تمام؟ والموديل الاخير نفس الكلام. تعال نشوف الاعمده. نبدا بالعمود مثلا اللي في النص. في الموديل ده شايل كام؟ 213. تمام؟ في الموديل الثاني 239. في الموديل الثالث 241. فرق. تمام؟ بس الفرق ما بين الاثنين موديل اللي هم انت بتوصل السنتر للعمود 241 239، وفي كسور ما بين الاثنين. فرق مش كبير. بس الفرق الثاني كبير، لما انت توصل ان العمود ده واحد هيصممه على 213، واحد تاني هيروح يصممه على 241. فرق كبير. تمام؟ فرق كبير. لو جينا بقى نشوف عمود تاني مثلا، يكون العمود اللي تحت ده. في الموديل الاولاني شايل كام؟ 76. في الموديل التاني 82. في الموديل التالت 81.9. بص الفرق ما بين ده 81.9 وده 82.1. كسر من الكيلو نيوتن، مش رقم. وصلت؟ بس الفرق الاولاني، خلينا نتفق على حاجه، احمال البلاطات في الثلاثه موديل واحد. لو انت جيت جمعت احمال الرياكشنات بتاعت الاعمده على الثلاثه موديل التوتال، انا اقصد التوتال رياكشن، لازم يظهر في الثلاثه موديل واحد. طب الفروق دي راحت فين؟ الموديل الاولاني هتبص تلاقي في بعض الاعمده جابها رياكشناتها اعلى من الثاني، اعلى من التانيين. زي مثلا لو جينا نشوف عمود مثلا، تعال نشوف العمود ده مثلا كده شايل 102، هنا شايل 101، طب هنا شايل 102 ماشي. العمود ده ما فرقوش كتير. تعال نشوف عمود زي ده مثلا شايل هنا 43، في الموديل ده شالت 35، يبقى هو شايل في الموديل الاولاني اعلى.
ما هو فرق الرياكشنات ما هيروح فين؟ ما هو لازم يروح لحد منهم. تمام؟ بالنسبه لده شال 34. بس في حاجه، لما كريتنا الاوتوماتيك ريجيد زون او شلناها من الاثنين موديل اللي هو الثاني والثالث، الرياكشن كام؟ هنا 34.5 وهنا كام؟ 35.2. يبقى دول الصح. بس الاولاني اللي انا اساسا ما وصلتش السنتر لاين العمود، هو ده اللي فرق عن الاثنين التانيين. الاثنين التانيين الفرق ما بينهم بسيط. وصلت؟ يعني انت في الاثنين موديل اللي هم الاخرى الثاني والثالث موصل الاثنين للسنتر لاين العمود، واحد منهم ميكانيك اوتوماتيك ريجيد زون اريا وواحد مش ميكانيك. الاثنين تقريبا جابوا نفس الرياكشن. الموديل الاولاني انت ما وصلتش السنتر لاين العمود وكريت اوتوماتيك ريجيد زون اريا، ده جاب الرياكشن مختلف خالص. يبقى المشكله فين؟ ان انت ما بتوصلش السنتر لاين العمود. الليله كلها ان انت توصل السنتر لاين العمود، هو ده المشكله. هي ديت الخطا اللي الناس ضاع فيه، ان انت ما بتوصلش الكاميرات للسنتر لاين العمود. بص من الاخر خالص، احنا خلاص عرفنا الرياكشنات وبصينا عليها. من الاخر خالص، انت عندك العمود حاجه زي كده، تمام؟ وعندك الكاميرات جت وقفت هنا العمود، سواء بقى كتاب ساب سيف الورق دي كلها واحد. بالنسبه له العمود الخط الموجود في النص، العمود هو الخط اللي في النص، تمام؟ معنى ان انت جيت وقفت لي العمود عند الحته دي واعتمدت على بلاطه، دي كاميرا لا مرشة مختلفه، تمام؟ اعتمدت على بلاطه حتى لو هو مديلها ستيفنس عاليه ان هي تنقل لك الحمل سنتر لاين العمود، برضه الستيفنس دي مختلفه عن دي، فطريقه مقلانها للحمل هتختلف. وصلت البرامج دي بتشتغل بالستيفنس. طالما ان انت هنا في فاريبل ستيفنس ما بين الاثنين، ان البلاطه دي لها ستيفنس غير الكاميرا، مقلانها للحمل مش هيبقى مظبوط زي ما انت شفت كده. طب هو احنا مش في السيف بنشوف العمود، انت لو فتحنا فايل ساب مش هنشوف العمود، بس لو جينا هنا يا عم ما انت شايف العمود قدامك اهو، مين اللي قالك ان الخط في النص ده اللي بيشتغل؟ لا بص بقى، اللي هم عملوه في الليله دي كلها ان هو جاب في الساب، انت كنت بتشوف العمود صريح، الساب ما فيهوش كلام، الساب صريح. جه قال لك انا بالنسبه لي العمود هو الخط ده. عايز تشوف قطاع العمود اعمل اكستريت فيو. بتشوف قطاع العمود ده بتعمل اكستريت فيو. هو هنا كده في السيت خلى لك الديفولت بتاعه الاكستريت فيو. ما تعرفش انت ترجعه للحاله الاصليه اللي انت تشوفه خط بس. وصلت؟ هو جه ظبط لك الدنيا بس، انت عايز تشوف العمود قدامك، هم قالوا لك انت بتحب تشوف العمود حواليك العمود. اه قطاع. وصلت؟ حته ثانيه بقى، يعني انت دلوقتي احنا كنا مرتاحين، ما انت ممكن مثلا واحد يسال يقول لك احنا كنا مرتاحين، ما الناس كلها بتيجي تحط العمود عند وش الكاميرا اللي بيوصل للسنتر لاين عمود ولا حاجه، والدنيا حلوه والديك سيف بيخلص بسرعه والناس كلها شغاله. يقول لك لا، انت شفت الارقام مختلفه. طب تعالى بقى حل لي المشكله دي، واحد كان هيسال بقى حل لي المشكله دي. انا بقى ما عنديش عمود، انا لا اشيل وول، انا مثلا لا مش شيل وول، عمود طول مثلا متر ونص، البعد ده متر ونص، والعرض ده مثلا 50 سم، والكاميرا موجوده هنا. هتعمل ايه؟ عندك حلول كتير. هل احرك العمود؟ لا يا عم احرك العمود ايه ده، انت كده بتبهدل الدنيا. فطول متر ونص توصل تحركه للكاميرا؟ لا غلط. احرك الكاميرا يا عم، تحرك الكاميرا دي مين؟ ده انت معنى ان انت تحرك الكاميرا دي ان انت قللت من طول البلاطه اللي تحت دي 75 سم، ومن اللي فوق 75 سم، ده انت بهدلت الدنيا، ده تصميم البلاطه ده غلط. ده هتعمل ايه؟ عندك حلول كتير. احسن حل فيهم لا، ان انت تيجي في الحته دي، احسن حل ان انت تمثل العمود ما تمثلوش بقطاع عمود، تمثله بقطاع حيط. هو البرنامج مش فارقه معاه. ليه؟ هو بيشتغل بالستيفنس. انت لما تدخله قطاع حيط ابعادها العرض بتاعها 50 سم، وكده كده الطول بتاعك مفتوح، بس انا كده كده الطول بتاعي متر ونص، هو نفس طول العمود ده. وان انت تدخل له ديفينيشن بتاع عمود طوله متر ونص والعرض بتاعه 50، هو لما يجي يحسب الستيفنس للاثنين ما هو واحد، ما بقتش معاه حاجه. فالستيفنس للاثنين واحد. بس في حاجه ثانيه انت مش واخد بالك منها، ان البرنامج لما بيجي يقرا العمود هو بالنسبه له النقطه اللي في النص، فانت لو دخلت له ده هي دي النقطه اللي شغاله، انما كل ده مش شغال. ان
انما الحيطه لا، الحيطه لا فيها حته رهيبه ثانيه غير مختلفه. الحيطه بالنسبه له خط، فانا لو عندي كاميرا هنا ولقطت النقطه دي بس كده حملها راح للشيرون ولقيتها بالظبط. حطيت كاميرا بقى اي حته ده خط، اي حته على الخط ده وبين الحلم بتاعها. وصلت الفرق بين الحيطه والعمود؟ يبقى في حاله زي دي لو انت عندك حيطان تمام، حل من الحلول ان انت ما تنقلش لا تحرك كاميرا ولا تحرك عمود، ان انت تنزلك تحت. وصلت؟ طبعا في حلول ثانيه، انت تكلم بايدك بقى الريجن ميمبر وتعرفه، بس الريجن ميمبر لما تعرفه الدرس بتاعه اعمله درس الارتفاع بتاعه ارتفاعه كامل، الدرس بتاعه اعمله ارتفاع ضوء عشان يبقى زيه زي العمود تمام. العرض بتاعه مش هيفرق معاك حاجه، اهم حاجه الدبس، الدبس بتاعه تعرفه ارتفاع عمود كام كده بقى. حاجه انت اللي متاكد ان الاستنس ده عاليه جدا هتنقل الحلم. وصلت؟ في حاجه كمان عايز اروح عنها، لو كان دخلنا من ديفاين. ايه ده انا دخلت دلوقتي على ديفاين؟ انا 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 في الاول انت لو ما بتفتح فايل جديد وتبدا ترسم هو ما بيكريتلكش في الديفينيشن بتاعت السلاب، الستيف مش هتلاقيها موجوده، بيحطها اول ما تيجي ترسم عمود. طب هو بيحطها وبيكريتها مع نفسه ده على اساس ايه؟ هو بيكريتها على اساس ايه؟ بص بقى، هو بيكريتها على اساس سمك البلاطات اللي انت مكريتها في الفايل اللي انت رسمت بقى الفايل. يعني انا دلوقتي انا رسمت في الفايل ده هي بلاطه واحده بس سمكها متر 20، هو خد الستيف سمكها متر 20 تمام. في بقى يعني مثلا الناس اللي هي في الاختلاف في الموضوع ده كبير، في ناس بتشتغل بالستيف دي بس بيعمل حاجه، بيعدل على البرنامج. بيعدل عليه ازاي؟ يقول له مش انت اديتني سمكها سمك بلاطه من العاديين اللي عندي، انا لا هخش اعرف لك بقى السمك بتاعها ده، انا اللي هخش اعدل بايدي، اخلي السمك بتاعها ده بدل متر 20 متر 20 اللي هو يعني 12 سم اخليها 3 متر كده، بقت السيلنس بتاعتها رهيبه هتنقل الحلم مظبوط تمام. يعني في استشاريين يقول لك ايه، يعني الاراء دي انا سمعتها كتير، واحد يقول لك ايه اديني الستيف اريا نص ارتفاع الدور، نص ارتفاع الدور، نص الانش بتاع الدور دخلها للبرنامج ده السيكونس بتاعها. واحد تاني يقول لك لا خليها 3 تي اس، يعني 3 سمك اكبر بلاطه موجوده عندك ده كفايه قوي، مش لازم 3 تي اس ده رقم كبير هيوفر معاك. بس انت لو عندك مثلا بلاطه مثلا 10 سم مثلا، انت اقل بلاطه يبقى 10، في بلاطات في بلاطات ممكن توصل 20. لو مثلا عندك بلاطه 20 سم يعني بس سمكها كام؟ هيبقى رقم كبير تمام. وفي ناس طبعا لا ده ولا ده بيريح دماغه خالص من القصص دي. بص الحاجه اللي عليها خلاف نقاش كتير وجع دماغ ابعد عنها، ابعد عنها وريح دماغك. اريح حاجه واصله للسلطه اللي انا هقول انت هتخسر ايه؟ هتزود على نفسك انت تعمل الديك سيف في 5 دقائق مش مشكله، في 5 دقائق 10 دقائق مش مشكله خالص، 10 دقائق تعبت بيها انا لما زودت على نفسي 10 دقائق بس ما حطيتش نفسي في حد يتكلم على شغلي ولا حد يحط لي يديني اي كومنت ولا انت تصميمك غلط ولا انت مشكله ولا يقعد يقول ولا حد يعدل عليه خالص. ايه الضمي ده؟ لا لا ده ده ليش النوبه اللي احنا كنا مكتبين واحنا عايزين ننقل مثلا حاجه زي دي، حاجه زي كده وحبيتها كده ما اتحركش الكاميرا اللي هو انا بعرفه كاميرا قطاع كاميرا ريجن ريجن ميمبر. فكنت بعرف الريجن ميمبر ده عشان ما ياخدلوش وزن كنت بخش اعرفه ماتيريال ضم الوزن الجامعه بتاعتها بصفر عشان لما يجي يحسب الميمبر ما يحسبش ان الميمبر ده حاجه، هو مجرد ان هو ميمبر ليه ستيفنس عاليه بينقل الحمل من الكاميرا سنتر اللي انا هاخد بس تمام. وانا بديله باجي اعرفه القطاع بتاعه العرض مثلا عرض الكاميرا بس الديكس هو ارتفاع العمود كله، فلما يجي يحسب الستيفنس الستيفنس بتاعته عاليه جدا فهيقدر ينقل حمل الكاميرا للعمود من غير اي مشاكل. الحلول كتير في يا بص الحلول في الاهل انت ممكن تفتكر حاجه ثانيه مختلفه عن الناس بتشتغل بيه ده ما فيهاش مشكله تمام. يعني ان انت تعمل الريجن ميمبر بايدك ان انت تخش على الستيف دي وتغير الخصائص بتاعتها وانت اللي تكبرها بايدك ده ما فيش مشكله برضه منه، بس برضه هيتشك في الامر لان هي مشكوك فيه، هي مشكوك فيه على فكره. ما فيش مكتب بقى تشتغل بيه كده اللي ورا الحاجه اللي مشكوك فيها انا ما بحطش نفسي فيها، طالما حاجه مشكوك في امرها انا ما وجعش دماغي معاها
ليه احط نفسي في واحد يجي يكلمني لا شغل غلط خد عيد خد اعمل مش عارف لا حاجه مشكوك فيها اعمل نفسي واروح حاجه ثانيه حتى لو هتيجي على وقت ايه المشكله لما اضيع 10 دقائق اوصل للكمبيوتر دي سنتر اللي انا عاملها مش هتفرق معايا في اي حاجه خالص بس ما تحطش نفسك تحت رحمه حد تمام فهمنا الكلام ده خلاص بقى ما نسمعش اي اراء ثانيه اعمل بايدك اعمل لك مثال زي ده خش جيب بلان تاني اعمله واعمله وصل لسنتر لاين العمود وما توصلش وكريت وقارن النتائج قارن النتائج وشوف بعينك اثبت لنفسك ان انت شغال صح تمام مش مثلا واحد مش انت مثلا دلوقتي جيت انا قلت لك ده غلط انا ماليش دعوه بالريجيد زون اريا انا مشكلتي ان انت ما توصلش العمود لسنتر لاين ما توصلش الكاميرات لسنتر لاين العمود وتعتمد عليها هي اللي تنقل لك الحمل انا دلوقتي اعتمدت عليها في ايه ان هي تقطع لي العزوم عند وش الكاميرات عند وش تقطع لي العزوم بتاعت الكاميرات عند وش الاعمده عشان لما اجي اصمم القطاع اصمم عند وش العمود بالظبط ده انا اعتمدت عليها ان هي تعمل لي الحته دي تمام انت اثبت لنفسك ان انت شغال صح اثبتت حاجه تانية اشتغل زي ما انت فاهم عشان لما يجي حد يناقشك فيها ولا يجادلك فيها تعرف ترد مش امشي مع الطيار مثلا واحد قال لي ده غلط امشي معاه واحد تاني يجي لعب في دماغي قال لي ده صح امشي معاه لا تخليش نفسك منتشر اي حد خش بايدك كده اعمل لك كيس استاد صغيره زي دي كبرها عايز تكبرها على بلان كبير انت براحتك واعمل اللي انت عايز تعمله شوف انت شغال صح ولا لا وصلت حد عنده مشكله في اللي فات ده تمام